لسه مكملين جولتنا داخل المعرض واللي اكيد كمان بيهتم بشكل كبير جدا زي الطيران بكمان علوم الفضاء. ودلوقتي معايا الدكتور محمد ابراهيم من وكاله الفضاء المصريه. برحب بحضرتك. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك. طبعا احنا يعني المعرض بيقدم حاجات كتيره جديده. احكي لي بقى اهميه تواجدكم النهارده هنا في المعرض. طيب زي ما احنا عارفين ان صناعه الطيران عامه كلها مرتبطه بصناعه الفضاء. فاحنا بنشارك المعرض اسمه معرض الطيران والفضاء. في جزء كبير جدا في مجال الفضاء او تكنولوجيا الفضاء بشكل عام. يعني احنا بنشارك في المعرض دوت بثلاث محاور. اول محور اللي هو الجناح بتاعنا اللي موجود في المعرض، وده بيمثل عرض فيه بعض التكنولوجيات اللي تم تطويرها في مصر وبعض منتجات الاقمار الصناعيه اللي تم اطلاقها مؤخرا والصور والمرئيات اللي موجوده فيها اللي بنستخدمها في مجالات مختلفه بتساعد التنميه المستدامه للدوله المصريه. واحد التركات الاخرى احنا برضو تواجدنا هنا لعقد شراكات مستقبليه مع الجهات المختلفه العالميه، سواء وكالات فضاء عالميه او شركات فضاء عالميه. ده بالتزامن مع قبل المعرض بيوم كان على هامش المعرض في مؤتمر افاق العلوم افاق الفضاء الجديده في الشرق الاوسط وافريقيا، وده كنا مستضيفين فيه جميع وكالات الفضاء العربيه وبعض وكالات الفضاء الافريقيه والاوروبيه برضو. وكان الهدف ان احنا بنربط كل الوكالات دي ببعض بحيث ان مصر مستضيفه وكاله المقر وكاله الفضاء الافريقيه في القاهره في العاصمه الاداريه في المدينه الفضائيه، وايضا مصر مترأسه المجموعه العربيه للتعاون الفضائي اللي هي بتضم كل وكالات الفضاء العربيه. فاحنا كدور مصر محوري ان احنا بنحاول من خلال مصر يتم تربيط او التعاون ما بين الدول المتقدمه في مجال الفضاء والدول الاخرى خصوصا الناشئه في مجال الفضاء من خلال البرامج المشتركه بيننا وبين الدول دي وبين الدول المتقدمه. ده بشكل عام المشاركه بتاعتنا فيها. كان قبل المؤتمر بيوم المؤتمر وساعه اول يوم في المؤتمر افتتاح المعرض وعقد الاجتماع العاشر للمجموعه العربيه للتعاون الفضائي، وبنشارك هنا البروتوكولات اللي بيتم تنسيقها مع للاستخدامات المستقبليه للمشاريع المستقبليه ان شاء الله. طب ايه اكبر المكاسب اللي خرجتوا بيها من المعرض؟ طب اكبر مكاسب ان بان دور مصر جدا ان هي تقدر تكونكت كويس بين الدول اللي عايزه تخش افريقيا من خلال مصر، لان مصر عندها علاقات جيده جدا بالدول الافريقيه في اللي داخله في الفضاء جديد، واحنا بنستضيف برنامج تدريبي تاهيل الافارقه سنويا في مصر. ضربنا حتى الان اكثر من 250 خبير او مهندس افريقي في مصر، وكل سنه بنجيب حوالي 20 مهندس. فبالتالي بقى عندنا الدول عندها عايزه تخش افريقيا بتجينا عشان تقدر تخش افريقيا. لو شفت الجناح امبارح هتلاقي اجتماعات على مدار اليوم كله عايز يتعاون مع مصر، عشان لو هم عرفوا يتعاملوا مع مصر فده بياخد دي ثقل اللي دول اخرى ان هي تقدر تتعامل معهم. فده بيمثل الثقل بتاع مصر في المنطقه في مجال الفضاء حاليا. طب تركيز وكاله الفضاء المصريه بيبقى يعني ايه اهم المحاور او ايه اهم الموضوعات اللي بتركزوا عليها وبتعرضوها هنا في المعرض؟ اهم المحاور هي توطين تكنولوجيا الفضاء في مصر لانها مرتبطه بالصناعات المتقدمه. فبالتالي اهم محور عندنا هو بناء القدرات في مجال توطين التكنولوجيا في مصر، وان انت تبقى عندك المقدره انك تصنع الاقمار بتاعتك بدون الحاجه الى شريك اجنبي او الى بقدر الامكان الا في الحاجات اللي هي ايه محدوده يعني. تاني حاجه ان انت يبقى عندك مقدره استخدام بقى التكنولوجيا الفضائيه. انت مش هتصنع القمر صناعي الا اذا كنت هيحقق لك مكسب منه. مكسب يعني انت بيحل لك مشاكل متواجده على ارض الواقع في مختلف المجالات، زراعه، ميه، مناخ، تخطيط عمراني، تنميه عمرانيه. فبالتالي انت بتحاول بقى ازاي تستفيد من تكنولوجيا الفضاء يعني يبقى في تاثير ايجابي جدا على مختلف المجالات في مصر. طيب يعني احكي لي كده برضو التواجد هنا اكيد فتح ابواب مع الثقافات والدول الاجنبيه. ايه اهم الدول اللي بتشوف ان هم جم وكان في تعاون بينكم بالذات في مجال الفضاء؟ طيب احنا طبعا دي رقم واحد هي الصين. طبعا الصين في تعاون كبير بيننا وبينها وكانوا متواجدين يعني يوميا معانا. تاني حاجه وكاله الفضاء الايطاليه، تاني حاجه اوريدي شركه بوينج ولوكيد ماركت، دي الشركات الدولية، بالإضافة طبعا لبعض الشركات اللي شغالة في التكنولوجيا اللي نقدر نقول اللي هي ايه
متقدمة جدا اللي هي عليها حظر كتير جدا، لان هي بتخش اي حاجة في الفضاء ليها جانب عسكري وليها جانب مدني، فبالتالي عشان تعمل كونكشن او علاقات بيها فمحتاجة لازم تنسيق كبير جدا. فده كان مكسب لنا ان احنا اتقابلنا مع شركات كتيرة منها، وده بيسهل لنا الشغل بتاعنا في الفترة اللي جاية ان شاء الله. دكتور محمد، يمكن مش ناس كتيرة بتفهم علوم الفضاء، يعني علوم الفضاء دي بتشمل ايه، لكن هي في الحقيقة بتشمل مجالات كتيرة جدا. ممكن توضح لنا مثلا شويه من المجالات اللي علوم طيب. الفضاء بتبقى جزء مجالات الفضاء بشكل بسيط كلنا بنستخدمها، من اول موبايل اللي انت بتستخدمه في ايدك دوت لاقمار الملاحه، لغايه حتى اللي انت عايز تروح من مكان لمكان عن طريق نافيجيشن، او ده التطبيق العادي الناس شايفاه كلها اتصالات. لكن في بقى تطبيقات اخرى في مجال الريموت سينسنج او الاستشعار من بعد، ان انت تقدر تعمل بلاننج للمخططات الزراعيه، تقدر الزراعه الذكيه ازاي، تقدر تعمل مانجمنت لل الريسورس اللي عندك موجوده، سواء الزراعه الكميه بتاعتها قد ايه، الجوده بتاعتها قد ايه، المانجمنت بتاع الميه الخاص بيها ازاي، تقدر تمانج الميه في الريسورس عندك ازاي، تعمل تراكنج للمخرات بتاعت السيول تقدر تعمل لها مانجمنت. ده بشكل مبسط كمان تقدر تعمل تراكنج للتغيرات اللي بتحصل على البيئه نفسها، على الشواطئ، على نحر الشواطئ، على جوده المياه كمان والتلوث اللي ممكن يحصل فيها. فده بشكل عام المجالات، لكن الفضاء هتلاقيه داخل في كل المجالات. الفكره ان كلمه فضاء ان انت بتستخدم حاجه بتطير الفضاء، فبدل ما كنت بتعملها على الارض بطريقه صعبه ومكلفه، لا انت حطيت قمر صناعي وانت بتغير الحموله بتاعته او المهمه بتاعته بناء على اللي انت محتاجه. عايز كاميرا عشان تصور حاجات هتحط كاميرا على القمر الصناعي، عايز جهاز اتصال عشان تربط ما بين نقطتين هتحط جهاز اتصالات على القمر الصناعي، عايز سنسور عشان يقيس لك بعض القياسات او يعمل لك زي رادار هتحط ايه السنسور المختلف. فبالتالي انت بناء على اللي انت محتاجه تحل لك مشكله على الارض بتحط الايه القمر الصناعي فوق. فبتستخدمه في كل المجالات، سواء اتصالات، سواء تصوير، سواء لدار، سواء استكشاف معادن، استكشاف ثروات، في مختلف المجالات. عشان كده بقى فيه النهاردة في المعرض للطيران وكمان للفضاء، لأهميته أكيد والدور الكبير جدا في أشياء كتيرة جدا. يمكن مش كل الناس بتبقى فاهمة إيه علوم الفضاء، بتفتكر إن هي فقط الصواريخ اللي بتطلع، مش عارف القمر ولا يطلع فين، لكن في الحقيقة هو موجود في الساتلايتس، في كل الحاجات، في كل المجالات، في لأن هما الاتنين مرتبطين ببعض. أنت الأول الطيران، لأن اللي بدأ الأول الطيران وبعد كده تم تطوير الصواريخ وبعد كده تم إيه غزو الفضاء، فبالتالي إيه هي مراحل وكلهم مرتبطين ببعض لأنهم تقريبا نفس التكنولوجيا كلها. انا بشكر حضرتك، عفوا جدا ليك ونورتونا باذن الله.